يوتيوبر سعودي محمد مشيع الغامدي، 38 سنة، مقيم في المملكة العربية السعودية. بحياته العملية شغل عدة مناصب كمصمم مواقع إلكترونية على الإنترنت، ومستشار تقني في إحدى القطاعات المالية، ومصمم تطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية، ومحلل تكنولوجي وغيرهم. بعام 2017 اتخذ المشيع قرار صادم، وهو تخليه عن وظيفته والتفرغ لصناعة المحتوى عبر اليوتيوب. بالفعل انتقل ليصير يوتيوبر، لكن الأمر ما كان بالسهولة والبساطة يلي بنتخيلها. فالمشيع كان بدأ المشوار من عام 2007 لما أنشأ أول قناة له عبر اليوتيوب باسم Arabic Bud، يلي كان هدفها الأساسي تعليم اللغة العربية باللغة الإنجليزية، لكن بعد فترة توقف عن البث من خلالها وأطلق قناته الجديدة باسم مشيع عام 2010. هالقناة حملت محتوى خاص فيه هو وأبنائه، وكان أقرب للترفيه والتسلية، وحصد ملايين المشاهدات على الفيديوهات يلي نشرها. نلعب؟ أيوه فيلت السمك سمك لاحقاً أطلق قناته الثالثة والرابعة والخامسة وحتى السادسة، وكانت كل واحدة بمحتوى مختلف، حتى رجع واعتمد قناته الثانية باسم مشيع يلي بتختص بالمحتوى الترفيهي والكوميدي من خلال مقاطع المقالب والتحديات بينه وبين أبنائه. حقق عبر قناته 10 مليار مشاهدة، وتمكن من جمع 17.9 مليون متابع حتى اللحظة. ما بيندم أبداً على قراره بترك عمله، على العكس تمكن من توفير دخل شهري جيد جداً ما يقارب 450 ألف دولار شهرياً.